وبأول فقراتنا نور حنحكي عن موضوع جدا مهم وخاصة بضمن دائما حنا نقول ضمن الظروف صحيح. الحالية يعني قد اليوم مهم الدور التكاملي بين المعلمات وبين المنزل. يعني ابنك أو بنتك خلص اليوم المدرسة ورجع البيت فأنت حتكفي صحيح في مهمة أنت حتكفي فيها وحتكملي شيء اللي هنن بلشوا فيه بالمدرسة صحيح وهي علاقة تكاملية يعني إذا مو مبلشين صح ما فيك تكملي مع الطفل أو الطالب صح لأنه في تشاركية كتير مهمة صح. إذا اكتملت بيطلع النتاج جدا مهم والعكس صحيح. اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي أيضا عن أنماط التفكير وعن أنواعه. اليوم قدامهم المعلم يمتلك أدوات ليقدر يوصل المعلومات صح للطلاب. هدول القصص رح نحكي فيهم مع ضيفتنا لليوم مدربة المهارات الحياتية نسور صافي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. موضوع مهم اليوم عم نحكي عنه لانه كل الاطفال او كل الطلاب في فروق فرديه يختلف كل طالب عن غيره، بس لما نحكي عن انماط تفكير للطلاب لازم يكون في ادوات اساسا للمعلم، يعني لتقدري انت فعليا تفعلي هي الانماط وتشتغلي عليها لازم يكون في ادوات صحيحه. خلينا نبلش بالانماط قبل ما نحكي عن ادوات المعلم. انماط التفكير لدى الطالب شو هي؟ يعني لما نقول انماط تفكير اكيد في عده انواع، خلينا نعرفها بالبدايه. الحقيقة كل إنسان مننا في له طريقة معينة لاستقباله للمعلومة صحيح. بتميزه عن غيره من الأشخاص. الأنماط الأساسية هي أربعة أنماط أساسية بتفرع عنها أربعة ثانيات فبصيروا تبن أنماط. كل الأنماط مجتمعة هن 12 نمط. نحن اليوم بحديثنا رح نحكي عن الأنماط الرئيسية الأربعة يلي ممكن من خلالها نفهم بقية الأنماط الثانية أو بيكون في تداخلات بين الأنماط. النمط الأول يلي كيف بيستقبل المعلومة هو النمط يلي خلينا نسميهن A B C D. ال A خلينا نقول عنه إنه هو النمط يلي بيحب جمع المعلومات. فبيقعد بالصف هو جاهز منصت للمدرسة بس بيهمه جمع المعلومات. بإيده ورقة وقلم جاهز لتلقي المعلومات. بيحب كتير المعلومات الدقيقة الواضحة المباشرة. هي طريقته لاستلام المعلومات. أما النمط الثاني يلي هو بنسميه النمط العاطفي يلي بيقدر يلي بيدخل العواطف على المعلومة فبتلاقي إنه لازم يحب المدرس لحتى يتقبل المادة وهي منلاقيها كتير إنه أنا لحتى أحب المدرس بقدر أتقبل منه المادة. دائما بيدخل عواطفه بالعملية التدريسية. دائما بيحب إنه يسمع قصة عاطفية أو قصة تحرك مشاعره ليقدر تدخل من خلالها المعلومة. النمط A B C وصلنا له هو اللي بتلاقيه هذا محرك الصف يلي دائما بيحب إنه يكون في أكشن. بيحب دائما أول واحد يجاوب على الأسئلة. بتلاقيه دائما عنده طاقة كتير هائلة وبيحب يكون أنا هون موجود شوفوني أنا موجود. يعني هو ليش بيتحرك هالحركة هي كلياتها؟ لأنه هو بالأساس ما بيقدر يقعد ويركز بالمعلومة إلا إذا كان دائما كثير الحركة كثير الأسئلة كثير النشاطات. هون بقى منشوف إنه أي نشاط تعطيه الأنسة هو أول واحد بيرفع إيده لحتى يجاوب على هذا السؤال. النمط الرابع هو النمط يلي كثير الأسئلة الدقيقة. هذا بيعرف شو بده بيهمه العملية التعليمية أكثر من الأنشطة أكثر من الصور. مثلا مثل عندك سي روح قلب الصور بيحب يشوف أعطيني فيديوهات أعطيني شيء لحتى أقدر أشوفه لحتى تدخل المعلومة. أما مثلا النمط أي لا بيحب يسمع كتير كتير ويركز لأنه بيختلف حسي بصري سمعي حسب تماما. أما النمط دي هو النمط يلي مركز مع الأنسة بس ولكن هو كتير بيحب الأسئلة كتير دقيق فيها بيهمه كيفية التعلم وآلية التعلم وبياخد اللي بيقولوا أنه يروح قلبه أنه يلخص المادة العلمية ياخد الزبدة من المادة العلمية. خلينا قبل ما نروح مثل ما قلنا للأدوات بس هيك سؤال مرقه. اليوم الطالب قادر يملك أكثر من نمط بالتفكير؟ قد ايه بيحتاج لمهارات اليوم لحتى يقدر انه يمتلك اكثر من نمط ويكون مسيطر على حاله؟ يعني قلتي ذكرتي نمط انه بيكون كثير الحركه سكرتني بحالي دائما بالجلاء كثيره الحركه والكلام فبتلاقي انه ما بيعمل تشتت هذه القصه يعني عند الطالب انه وقت بيكون كثير اسئله انا موجود انا بدي اجاوب اول شيء ما بيتشتت شوي؟ هلا هون بتختلف انه هل هو وراثي ولا هل هو مكتسب؟ طبيعة تمام.
هلا احيانا بنلاحظ نحن عن بعض الاطفال هي كثير بنلاقيها انه هو احيانا يعني في عنده حاله وفاه او بعيد عن ابوه او كذا او امه، فهو ما بيكون اساسا شايفهم، ولكن بتقول له امه انت عم تتصرف مثل والدك، هي الصفات هي بتكون وراثيه تماما. هلا وقت يوصل لمرحله من الوعي، يرتفع عنده الوعي، بصير بقى بينتبه انه انا بستقبل المعلومة عن طريق الشيء البصري، اني انا شوف فيديوهات، شوف صور، اتخيل، تمام، هي كلها الادوات بصرية. ولكن انه انا بدي اطور من مهاراتي، صار في عنده ارتفع درجة الوعي، هون نحن عم نحكي على مرحلة عمرية متقدمة اكثر، اعدادي ثانوي، فمعناته انا لازم امتلك الكتابة، مهارة الكتابة، مهارة الاستماع، مهارة البصرية، المهارة الحسية، لحتى يتشكلوا هدول كل المهارات انا عندي اقدر اطور من مهاراتي. وهون بالفعل نحن بيتشكل عنا نمط رابع ونمط خامس ونمط سادس، من تداخل الانماط بيطلع عندي انا انماط جديدة. طيب خلينا نحكي عن أدوات المعلم، يعني نحن عم نحكي عن أنماط تفكير متعددة للطالب، وفعليا ما بتلاقي الطالب يتفاعل إذا ما كان المعلم هو متفاعل معه، يعني منه معلم كلاسيكي، بتلاقي المعلمين اليوم لا أكثر حيوية مع الطالب. خلينا نحكي عن أهم الأدوات اللي لازم يمتلكها المعلم ليقدر يتفاعل، لأنه ما نحن نحكي عن نوع واحد، نحن عم نحكي عن عدة أنواع وفروق فردية بنفس الصف. تماما. هلا وقت اي مدرسه بتقولي لانه انت لازم تعرفي كل الانماط اللي موجوده عندك، فهي رح تلاقي صعوبه كثير كبيره، تقول لك انا بدي ادرس نفسيه كل طالب واعطيه على هوا النمط التفكيري اللي موجود عنده، وهي مهمه كثير كثير صعبه. ولكن نحن قلبنا المعادله كلياتها كيف؟ بطريقه نموذج ماكارثي. نموذج ماكارثي هو بيتحدث عن اربع مربعات كثير كثير مهمه. المربع الاول يلي هو لماذا، وهون مربع الإحساس، مربع القصة، مربع التشويق عند المدرسة، المدخل للدرس. وقت أنا بجمع بهذا المربع جمعت تقريبا شخصيتين أو نمطين للتفكير بهذا المربع. المربع الثاني هو مربع ماذا، هون مربع إعطاء المعلومات. أنا وقت بعطي المعلومات ضمن هذا المربع، فالطالب A هو بيكون مستمتع، والطالب دي هو اللي بتكون كمان مستمتع، لأنه هو هون عم يتلقى هي المعلومات. وقت نحن منروح على مربع كيف، خلصنا من ماذا، لماذا، لماذا، ماذا، انتقلنا لمربع كيف، هو هون مربع النشاطات، مربع تطبيق المادة العلمية، لحتى أنا كل هدف من أهداف الموجودة عندي يتأكد منها، بدي أعمل تقييم وبعدين تقويم لحتى أقدر أنتقل للفكرة الثانية. هون بقى سي بيكون طاير عقله أنه بلشنا بالنشاطات وبلشت التمارين وبلش أنا بلشت أقدر أفهم وأستوعب المادة العلمية. بمربع كيف ماذا لو، هون عندنا مربع الإبداع، هون بيستمتع دي لأنه هو خلاصة الدرس، ماذا تعلمتم اليوم، كيف كان اليوم، شو الإبداعات اللي ممكن أنت تضيفها على الدرس. هون ببلش بقى دي بالبحث وبالإبداع تمام، وإضافة مواد جديدة على هذا المربع. وقت المعلم بيكون ممتلك هاي الأدوات يلي هو أنه انتقل بالمربعات الأربعة، لماذا هو مربع التشويق، مربع شد الانتباه، مربع الإثارة، ماذا تقديم المادة العلمية وطرحها وتبنيدها وتفنيدها، وهو كتير كتير بهمه الشخصية أي بهمه بهالمربع هذا. وقت انتقلنا للنشاطات، تطبيق المادة العلمية، قدرت أنا أعمل تقييم لحتى انتقل لمرحلة التقويم، شوف وين النقاط الضعف عندي أنا بالطلاب، وين النقطة اللي ما فهموها، وين ممكن نعيد. أخذت أنا مجموعة من أنماط التفكير لحتى أقدر أنا أوصل لهم فيها المعلومة. أحياناً بنلاقي الطالب ده شرحت الآن الدرس ولكن ما استعملت صور، ما استعملت صوتيات، ما استخدمت التلوين الصوتي تمام، فالنمط الكلاسيكي أو نمط التلقين تماماً، فبنلاقي صار في ضجة بالصف، بنلاقي ما عاد في صار شد انتباه، بنلاقي صار في تشتت هون بالفعل. هون بيصير بقى كثير الحركة، بيصير بيتحرك بمكان غير مناسب، يعني أنا لازم أتحرك ضمن النشاطات اللي موجودة عندي، وإنما المشغول لا يشغل. وتكون هو مشغول ضمن نشاطات، فهو مستحيل أنه ينشغل بنشاطات تانية لأنه هي من ضمن اهتماماته. فمنلاحظ أنه صار في مجموعة من الطرق لإدخال المعلومة. ما فهمت؟ طيب معناتها نحن في مربع من المربعات كان في
لازم نشرح فيه اكثر. تماما. صار في عنا مجموعه من الانماط فهم الطالب الدرس ما عاد في لك انا ما قدرت افهمه، ما استوعبت المعلومه. استخدمتي كل ادواتك بالنهايه يعني، فاجباري يعني اليوم اكيد حتوصل المعلومه بشكل صح. خلينا نحكي اليوم عن النقطه اللي كثير مهمه، الدور التكاملي بين الاسره وبين المدرسه. هذا الطفل اللي عم يتلقن شيء عم يرجع على البيت مفروض الاسره تتابعه، صرنا عم نشوف اليوم عم يروحوا للشيء الخاص الخصوصي يعني الأسر. خلينا نحكي اول شيء على الاسره نفسيا ودراسيا، قد ايه هو متواجده اليومي مع الطالب وما يتحط العاتق انه يلا طب اغراضك كل عند انستك. تماما. اليوم الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، فبدك تعدي شعب او بدك تعدي طفل هو طفل ناجح، هو طفل يقدر يعتمد عليه، فلازم تشوفي والدته شو عم تساوي، كيف عم تدعمه. يعني حتى من مجرد سؤاله لإله شو اخذته اليوم؟ شو عملتوا؟ هذا من ضمن اهتماماته، لازم يكون من المفترض لازم صح. يكون من ضمن اهتماماته، مو يلا ضب اغراضك وروح. وقت الطفل يحس بالاهميه رح تختلف طريقه تعامله مع الماده حتى العلميه. صحيح. طريقه دعم الاهل للطالب كثير بتاثر على صحيح. تحصيله العلمي. وقت نحن مثلا بنشوف انه الاطفال باول السنه او خلينا نحكي على المرحله الابتدائيه او حتى الاعداديه سابع ثامن داخلين على جو جديد، داخلين على انماط جديده، على تعلمات جديده، على حتى كم معلومات هي جديده ما كانت موجوده معهم بالمرحله الابتدائيه. بمجرد ما دخل الطالب لعند امه واخذ علامه ما لها منيحه حيبلش التوبيخ، حيبلش اللوم، حيبلش التعنيف. فهون انا ما ضل شيء الا ما سويت لك اياه وحطيت لك احسن الاساتذه. لا احنا بدنا نكون داعمين له. صحيح. بدنا نشوف وين الخلل موجود، باي مرحله من المراحل الاهل لازم يكونوا داعمين له. اوكي نحن جبنا على علامات هالمره، هي المره الثانيه نحن حنشتغل اكثر لحتى نحصل علامات اكثر. تعال ورجيني شو الخلل يلي صار معك، ليش ما عرفت تجاوب؟ وقت انا في نقطه كثير مهمه حتى بقول لابن، يعني الولد بخاف من رده محبه الاهل تلقاء التصرف تبعه. تمام. يعني انا بحبك جبت علامه واطيه ولا جبت علامه عاليه، هي كمان نقطه كثير اساسيه لانا اقدر اتعامل مع الطفل تعليميا. كثير صعب انا يعني واتوجه انا التوبيخ لابني مباشره او انا احكي عن سلوكه او انا عن تصرفاته. انا نمطك بالدراسه ما كان على القدر المطلوب منك. تمام. حتى في نقطه يعني كل طالب له طاقه معينه، نحن ما فينا اليوم نشبه قدرات يعني نحن ما فينا نحمله شيء فوق طاقته وفوق شيء فوق قدرته كرمال نحن نتمثل بابن فلان وابن الجيران. نعم. يعني كيف بده دكاتره او مهندسين او مثلا هي مؤلم للاسف. يعني بعدين هلا هم انا عم بجبر ابني لينتقل لمرحله لوم الذات وبعدين لمرحله جلد الذات، انه انا ما طلعت مثل رفيقي، ما طلعت مثل ابن كذا، حملته طاقه من المشاعر السلبيه حتى تجاه الشخص نفسه. الشخص نفسه اللي هو ما له علاقه، صار في حاله من النديه والحديه معه. طب ليه؟ خلينا نحن نشتغل عليه، نشتغل على طريقه دراسته، نشوف هو ليش ما فهم المعلومه، شو الطريقه الامثل لحتى فهم المعلومه. لازم نستخدم القلم والورقه، لازم نستخدم. هذا بيسالك عنه لما نعرف مثلا هي العلاقه التشاركيه بين الاهل، فينا نقول المدرسه، الاعمار، يعني لما نقول كيف تلقى المعلومه مثلا هو ما بيفهم اذا كان بصري او حسي، تختلف يعني انماط التفكير. يعني لما نحكي مثلا بالسنوات السته الاولى، يعني لما يفوت الطالب على المدرسه بنقول بالاول ثاني ثالث الابتدائيه، هون انه النمط الاكثر شيوعا، لانه الاهل منهم اخصائيين ليكونوا عندهم درايه كفايه، بس الاكثر شيوعا بعتقد مثلا بيكون في حساس اول شيء وعنده مشاعر، الطفل لسه ما تكونت الانماط الاخرى، ليقدروا يتعاملوا حتى المعلم ليقدر يتعامل مع الطفل، لانه المرحله الابتدائيه تختلف عن الاعداديه والثانويه، مع كل مرحله اكيد رح يكون عم يكتسب نمط جديد. لكل شخص له نمط ام، هذا النمط مخلوق معه. صحيح. تمام. والام هي الاكثر قدره على اكتشاف ما هو نمط ابنها. تمام. هلا اوكي هو نمط حسي بس مو كل الاطفال حسيين. بتلاقيهم لا بتعاملي معهم بتقول لك بحس ابني انا مثل كانه رجال صغير انا عم بتعامل. صحيح. معه ولو كان بالمراحل الاولى. لانه نمط التفكير الام عنده هو نمط التفكير الناقد، نمط التفكير التحليلي، نمط التفكير التشاركي. تماما. فالنمط
بينوجد مع الإنسان من لحظات الولادة. الأم هي الأقدر على اكتشاف النمط لابنها. المدرسة مدرسة الابتدائي لازم بالفعل هي من يعني بدها تكون متمرسة وتمرنة بالة طويلة، تمام، بالة طويل صحيح. عم تقدر تاخذ كل الأنماط، تقدر تتعامل معه كلياتهم وتقدر تجذب انتباههم لأنه هن حسيين كثير، يعني صحيح. ما حقول إن هن كثير حسيين ولكن هن بتقدر تلعبي على الوتر الحسي صحيح. عندهم بهاي المرحلة وخاصة يعني المعلمة بالابتدائي كتير مهمة، يمكن بذاكرة كل حدا فينا كتير يعني كبير بذاكرة كل حدا فينا، يعني معلمة الابتدائي تبعه أنا ما بنساها، يعني يمكن كانت حدا يناغشنا يلعب معنا يضحكنا بعدين تفوت بالدرس، فنحن نستنى يعني بأي صف هاي؟ بالابتدائي يعني بالمرحلة الابتدائية يمكن بالصف الثاني، يعني كان اسمها مها لهلا بتذكر اسمها نسيت الكنية، يعني قدرت تعمل بصمة داخلية. عملت لي بصمة ايه، فيعني كثير مهم هاي الكلمة. فاللي بيقولوا لك انه لازم انا قبل ما بلش بالمرحلة التعليمية ادخل لقلب الطالب بعدين صحيح. اقدر انا اوصل لعقله. متى ما دخلتي لقلب الطالب هو حب المادة وحب الأستاذ، وهون بنرجع على النمط الحسي، فإنه متى ما أنا حبيت الأنسة فأنا بقدر أتلقى منها هلأ المعلومة. كل شيء بالحب بينجح أكيد حتى لو كان تعليمياً يعني أكيد. بدنا نشكر حضورك لليوم، أهلا شكراً وسهلا بحضرتك، يعطيكم ألف عافية. شكراً كثير لك وأهلا وسهلا فيكي.